الفيديو ده تكملة للفيديو اللي فات عن الفرق بين الشغل في ألمانيا وفي مصر، وإيه الحاجات التفاصيل البسيطة اللي انت محتاج تعرفها. يلا نكمل الفيديو. تعالوا نبدأ بألمانيا الأول. حاجتين عايز أتكلم فيهم تاني هما التدريب. التدريب بتاع الشغل بس من ناحيتين، في تدريب انت بتاخده أول ما تشتغل، وفي تدريب انت بتاخده بقى في خلال الشغل بتاعك. الحاجتين دول لازم اقولها لكم بصراحه، لان اعتقد ناس كتيره ما تعرفهاش، وهو انك انت لما بتيجي تشتغل جديد في ألمانيا ما تتوقعش ان حد يقول لك تعمل ايه خالص. ما تتوقعش ان حد يمسكك من ايدك ويقول لك انت مفروض تعمل 1 2 3 4. ما تتوقعش على اللونج ران، على يعني طول ما انت شغال، ما تتوقعش طول السنين اللي هتشتغلها ان دايما هتلاقي اللي يمسكك ويقول لك لا اعمل دي من هنا، هتلاقي دي هنا، هتدور على دي هناك. مش كل حاجه بنسبه 99% هو اعتماد على نفسك بجد. محدش ابدا ابدا هيحاول ان هو يساعدك اكتر من المتوقع، يعني محدش هيساعدك زي ما بيحصل في مصر، ودي حاجة كبيرة جدا جدا جدا، يعني مميزة جدا في مصر واحنا كمصريين وفي الدول العربية، ولما اشتغلت في دبي والكلام ده كله، ان هنا مفيش حد هيساعدك، انت ونفسك والهوا والكمبيوتر، وتعيش بقى، بتروح وتشتغل وتعمل اللي تقدر عليه، وبعدين ترجع تاني بأسئلة. الأسئلة دي هي اللي هتساعدك فقط لغيرها. فده معناه ايه يا ريس؟ ده معناه انك انت متتوقعش اول ما تشتغل انك تلاقي اللي ايه يقول لك كل حاجة تعملها ازاي، هيبين لك بس الاساسيات وهيسيبك بقى تعيش في البحر. ده الطبيعي. فاذا مفيش في ألمانيا تدريب في اول الشغل الا بنسبة 10% في معظم الشغلانات، الا اذا كانت شغلانة بقى محتاجة ان حد يدربك من الاول، لانك مثلا هتشتغل على مكنه مثلا سي واتيفر، مكنه في مصنع، فلازم حد يدربك المكنه شغاله ازاي. ففي الحالات دي يعني، لكن انا بتكلم على شغل المكاتب، شغل الماركتنج مثلا، شغل تسويق، شغل مش عارف ايه، الحاجات دي كلها ما حدش هيقول لك تعمل ايه خالص. فدي نقطه مهمه جدا. طيب ايه تاني؟ انت النهارده مقارنه طبعا دي في مصر، مصر معلمه في الحته دي بصراحه، والشغل في مصر بالذات مهم جدا في النقطه دي، ان هما دايما، تعالوا كده بس الناحيه الثانيه عشان الاضاءه، ان هما دايما بيقولوا لك تعمل ايه وازاي. وبالعكس كمان، ده انت بتلاقي كل مكان وكل شركه بينظم برنامج تريننج تدريب يقول لك فيه كل حاجه وشغلانتك كلها تعملوا ايه والتفاصيل كلها في الشغل. هنا مش كده بصراحه، ومش دايما، اكيد في اماكن بيعملوا كده بس مش المنتشر يعني، مش المعروف عليه. طيب من ناحية بقى التدريب، وانت خلاص اشتغلت لمدة سنة سنتين وعايز بقى تطور من نفسك، عايز بقى تعلم نفسك اكتر، لو انت لسه مكمل معايا الفيديو لغاية دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو للناس اللي عايزة تستفاد وتعرف الدنيا ماشية ازاي، ويلا نكمل الفيديو. طب انا عايز اطور من نفسي يا اسلام، اعمل ايه؟ بص بقى يا ريس، يبقى لازم تيجي المانيا في الحته دي بصراحه. بص يا معلم، المانيا في النقطه دي جامده جدا. ايه هي بقى؟ ان هم بيركزوا قوي على ان هم يطوروك من ناحيه كورسات، تدريبات، اي بتنجان في الدنيا تنافسك فيه. دايما دايما معظم الشركات هنا بالاخص في فرانكفورت وبالاخص في مجال الماليه الفاينانس مستعده ان هي تعمل لك اللي انت عايزه علشان تدرس. يعني لو انت حبيت تاخد ماجستير مثلا، حبيت تكمل دراساتك تاخد دكتوراه، حبيت تاخد شهاده معينه تكاليفها كتيره وانت مش تقدر عليها، 99% من مجال الماليه بالذات، اجين تاني بقولها لك مره ثانيه، الماليه وبالذات في فرانكفورت، بيبقى عندهم على اتم الاستعداد ان هم يشيلوا التكلفه بتاعه الشهاده نفسها اللي انت عايز تاخدها. لما تيجي تاخد الشهاده بتاعتك بتحتاج اجازه رسميه من الشغل، لانك مش هتعرف تركز وتشتغل وتذاكر قصدي في نفس الوقت، فانت الشغل نفسه هيوفر لك عدد ايام معين بالقانون اللي هو في المانيا، واضافه عليه بيضيفوا هم كام يوم من جوه الشركه، بيبقى في العقد بتاعك الكلام ده، ان هو في كام يوم، 5 6 يا عم اسبوع، شهر، شهرين، على حسب ما هم يحددوا بقى، دي اجازه في حاله انك انت بتاخد شهاده معينه، وعلى حسب ما الشهاده دي برده مدتها قد ايه، يعني تفرق من ماجستير لحته شهاده ممكن تاخد في شهر مثلا، ده الموضوع ده بيختلف. لكن بيدوك اجازه وبيشيلوا مصاريف الشهاده اللي انت عايز تاخدها، يعني بيدفعوا لك المصاريف كمان،
فمن ناحية انك انت عايز تمد نفسك وتتعلم وتدرس وهاوها، بصراحة في ألمانيا في الحتة دي تحفة. مقارنة بقى في مصر في ناس بتعمل كده وفي شركات وفي بنوك بيعملوا كده، ولكن بنسبة مش ضئيلة، تكاد لا تذكر، تكاد معدومة، قليل جدا جدا ان بنك او شركة يعملوا معاك الحركة دي. ولو هيعملوا معاك الحركة دي بيتطلبوا كمية موافقات من مديرين، ومن عايز اقولك هياخدوا من السي او نفسه بتاع الشركة الموافقة، حتى لو المصاريف بسيطة ومش كتيرة، الا اذا بقى في حالة انهم عملوا برنامج معين مثلا لكل الموظفين، البرنامج ده احنا اللي هنشيل تكلفته كله مثلا، فاهم؟ خلاص ده قرار صادر من المركز اللي فوق خالص، من الادارة نفسها بتاعة البنك او بتاعة الشركة، وخلاص متفق عليه. لكن لما يجي واحد او اتنين يعني غير بقية الموظفين يقول لك انا عايز اخد الشهادة دي بالذات ليا انا عشان انا شايفها مفيدة ليا انا، هنا بقى يبقى قابلني لازم موافقات ولازم مناقشات واجتماعات، وفي الاخر 99% بيترفض الموضوع. فده الفرق بين مصر وبين المانيا في الحتة دي. وفي المانيا بصراحة هم بيسبورتوا الموضوع ده بتاع التعليم بطريقة غير طبيعية. نفسي اشوف الموضوع ده في مصر، خصوصا ان الشهادات في مصر بتبقى تكلفتها مقارنة بارباح الشركات والبنوك شيء لا يذكر، وممكن اصلا يبقى شوية بقشيش، بس محدش بيستثمر في تعليم الموظفين هناك على كله بيدفع من جيبه تقريبا. يمكن ده بيختلف جامد قوي في الماركت بين مصر وبين المانيا في الحتة المالية بالذات. ما تنساش تقول لي تجربتك انت ايه. دي تجربتي انا يا جماعة، ودي تجربة شغلي في المانيا وفي مصر. لو انت اشتغلت في المانيا او حتى اشتغلت في مصر، قول لي تجربتك في النقطة اللي انا بتكلم فيها ايه تحت في الكومنتات، وما تسقطنيش. طب انا عيان اعمل ايه؟ ده حوار تاني خالص. العاية بقى هنا موضوع تاني خالص، والاجازة المرضية ده قصة كده نحكيها لبعض. ايه هي بقى الاجازة المرضية دي؟ هنا في المانيا يا جماعة هي يمكن من اكتر حاجة كله بيحترمها، لان هي اكتر حاجة ممكن تودي برضو المدير في 60 دقيقة. كون انك انت مريض وقلت انا مريض، خلاص انت عرسنا كلنا من فوق، عرس الشركة كلها من فوق. طبعا مرتبك مدفوع، طبعا بتاخد اجازة مرضية وبتقعد في البيت عادي. بتختلف من شغل لشغل ومن شركة لشركة. طبعا بيبقى قدامك كم يوم بس تعيا فيهم اللي هو العادي الطبيعي، جالك برد، بطنك وجعتك، نازلة معوية، مشكلة طبيعية، اخرك كم يوم. بعديها لازم بقى تجيب لي اثبات انك انت عندك مرض. ولكن الناس بتتعامل معاك في الشغل على انك مريض، خلاص انت خارج الخدمة، فمش بيحاول ان هو يضغط عليك نفسيا انت ليه مريض. في مصر بصراحة من ناحية دي انا تعاملت معاملة نظيفة جدا وحلوة جدا من كل المديرين اللي اشتغلت معاهم بصراحة، ولكن القانون مش بيحميك قوي زي هنا. يعني بيبقى ليك برضو عدد ايام معين. هنا لو انت الله اكبر جات لك كارثة في طبيعية صحية ومش قادر خلاص تشتغل تاني لمدة شهر اتنين تلاتة، بينقل الموضوع بقى من الشغل نفسه لخارج نطاق الشغل بقى، هو نطاق الحكومة نفسها. تبدأ بقى تخش التأمين الصحي، وهو بقى اللي يدفع لك مبالغ معينة من مرتبك، نسبة معينة تغطيك لغاية ما تقوم على حيلك تاني. في مصر معرفش إذا كان الموضوع دخل فيه حالة نفسية مزمنة، إيه اللي بيحصل في الحالة دي، بس أعتقد برضو على حسب المكان اللي انت شغال فيه هل هو هيقدرك ولا هيمشيك. أعتقد يعني مش لكن ما عنديش فيها خبرة بصراحة. كده يا جماعة يبقى خلاص عملنا كل المقارنة من وجهة نظري في الحاجات البسيطة جدا ما بين مصر وألمانيا. لو عايزيني أكمل السلسلة دي اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وانا هقول لكم على حاجات كتيرة قوي قوي تختلف بين مصر وألمانيا من ناحية الشغل، من ناحية المعيشة، من ناحية تفاصيل كتيرة قوي. اكتب لي في الكومنتات وان شاء الله هفكرك وهعمل لك حاجة حلوة.